بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتحاد الأطباء الألماني اليمني يرحب بكم جميعا في سلسلة مواصلة سلسلة مرضى السكر يلقيها علينا الدكتور ضياء. الدكتور ضياء طالب درس في آخن وتخصص في دورتموند، وهو الآن استشاري في مرضى السكر في إحدى المراكز المرموقة لعلاج السكري. ولا أغني يعني لا أطيل الكلام، فالدكتور ضياء أصبح معروف لكم. تفضل يا دكتور ضياء، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله المحاضرات، سلسلة محاضرات مرضى السكر. في المحاضرات السابقة تكلمنا بشكل عام عن مرضى السكر، والمحاضرة الثانية كانت عن أنواع الإنسولين، وإن شاء الله نبدأ عن محاضرة أنواع الإنسولين ثيرابي استراتيجي، أساليب المختلفة لاستخدام الإنسولين إن شاء الله. وحنتكلم فيها إن شاء الله عن الأنواع المستخدمة حاليا، يعني في أكثر الأنواع المستخدمة حاليا في البرنامج العملي يوميا إن شاء الله. قبل ما نبدأ إن شاء الله نقول إنه كل الأرقام اللي استخدمتها في المحاضرة هذه يعتبر كجايد، كمساعدة للأطباء بالدرجة الأولى. ولا ننسى زي ما تكلمنا في المرات السابقة دائما إنه بالنسبة لمرضى السكري دائما محتاج individual therapy setting، من مريض لمريض يختلف، كل مريض عنده معطياته، كل مريض عنده فاكتورز بتأثر في سير العلاج، ولا بد أن واحد يأخذها بعين الاعتبار. نبدأ إن شاء الله بأول شيء الذي هو البوت، اللي هي basically supported oral therapy، الذي هي عبارة عن oral therapy مثلا metformin هو أكثر الانتشار، إضافة إلى long acting insulin سواء كان insulin analog مثل ليفيمير، لانتوس، تريزيبا ولا تيجيو، أو ممكن استخدامها بالنوع الكلاسيكي القديم الذي هو بالـ NPH insulin، كما كان يسمى فيما سبق بالـ bedtime insulin therapy. إذا كان تم اختيار الـ NPH insulin كجزء من العلاج هذا، يفضل استخدام الانجكشن هذه يكون وقت متأخر قدر الإمكان، يعني بين الساعة 10 للساعة 11 بالليل، بمقارنة بين اللونج أكتنج إنسولين أنالوجز والإن بي إتش إنسولين. الإن بي إتش إنسولين ممكن يسبب هبوط السكر هيبوغليسيميا في الليل بشكل مرتفع أكثر، وكذلك في ممكن يسبب في ارتفاع الوزن كذلك بالمقارنة باللونج أكتنج إنسولين أنالوجا. نشوف الموضوع هذا بشكل عملي، مش المرضى اللي ممكن ناخذه بعين الاعتبار في هذا الاستراتيجي تايب 2 ديابيتس الذي عندهم اوريدي اورال ثيرابي، ممكن واحده او اكثر من اورال ثيرابي، الذي عندهم السكر التراكمي ما زال خارج او اعلى من الانديفيدوال تارجت رينج، والذي عندهم مشكله بالدرجه الاولى مع الفاستنج بلاد شوجر مبدئيا فوق ال 140 ملغ في ديسيلتر. كيف ممكن الواحد يبدأ؟ عموماً كلاسيكلي ممكن الواحد يبدأ من 6 إلى 10 يونتس في اليوم بشكل ابتدائي. ممكن الواحد يعدلها بحيث أنه إذا يشوف كيف الفاستنج بلود شوجر، إذا كان ما بين 100 إلى 150 ممكن يبدأ ب 8 يونتس، من بين 150 إلى 200 ممكن يبدأ ب 12 يونت، إذا فوق 200 ممكن يبدأ ب 16 يونت. أما إذا كان الفلاستين بلوت شجر بشكل متكرر أعلى من 200 ميلي جرام في ديسيليتر، وكذلك عدم السكر التراكمي كذلك مرتفع، فيفضل في مثل هذه الحالة التفكير مباشرة اللي هو الـ ICT ونعدي هذه الأسرادية الثانية. في طريقة ثانية للكالكوليتنج حق الدوس، ممكن واحد يستخدم البادي ويت، مثلا ممكن يبدأ بـ 0.1 ولا 0.2 من الكيلوغرام بودي ويت في اليوم. إذا مثلا كان السكر في الصباح الواحد صايم الفاستنج بلاد شوجر أكثر من 160، ممكن الواحد يبدأ ب 0.1 كيلوغرام بودي ويت بير داي، مثلا إذا مريض وزنه 70 كيلو أبدأ معه ب 7 يونتس في اليوم. إذا كان البلاد شوجر الفاستنج بلاد شوجر متكرر أكثر من 160، ممكن الواحد يبدأ ب 0.2. كيف نواصل التتريشن للإنسولين؟ ممكن طبعاً يختلف من على حسب الإنسولين نفسه. إذا كان نستخدم الإنسولين أنالوج اللارجين اللي هو اللانتوس والأبازاجلار، أو الديتمير اللي هو الليفيمير،
يفضل تعديل الدوز كل يومين. إذا كنا نستخدم الـ NPH إنسولين ممكن الواحد يغير الدوز يوميا، وإذا كنا نستخدم الجلارجينيو 300 اللي هو التجيو أو نستخدم التريزيبا الديكلوديك يفضل تغيير الدوز كل 3 أيام. في عندنا ميزة نقطة مهمة بالنسبة للـ NPH إنسولين اللي تكلمت عليه، إنه ممكن نسبب هبوط في السكر بالذات في الليل. فإذا كان السكر في الصباح أقل من 130 يفضل نعمل فحص على حدود الساعة 2 بالليل لتأكد أنه ما بيحصلش هبوط في الليل ثم ارتفاع مرة أخرى. طيب إذا مثلا عندنا مريض في المستشفى جديد ما عندوش إنسولين من قبل، كيف ممكن نبدأ معه؟ زي ما قلنا ممكن نستخدم البادي ويت فاكتور، أقل من 160 0.1، أكثر من 160 0.2. وحنبدأ أعمل معه حيث أنه التارجت رينج ممكن بين 90 إلى 120. طبعا التارجت رينج هذه بالنسبة للبلد شجر يعني فاريتس من على حسب المريض، ممكن نخليها بشكل يعني شمال أو بيقول يعني ثين لاين اللي هو بين 90 إلى 120، أو ممكن نوسعها أكثر بين 90 إلى 140، وهلا حتى في حالات على حسب المرضى ممكن نرفع الرينج أكثر. طيب إذا كان في مريض عنده اوريدي انسولين وعايزين نغير له الانسولين دوز حقه، إذا كان مثلا بياخذ انسولين مره في اليوم وعايزين نغير له الى انسولين توجيو مثلا او ولا تريزيبا، ففي هذه الحاله نعمل له 1 تو 1 نفس الدوز حق الانسولين الاول، مثلا ال بي اتش انسولين عايزين نحوله توجيو نحوله 1 تو 1. اما إذا كان المريض بياخذ اوريدي نوعين انسولين في الصبح وبالليل وعايزين نغير له الى انسولين نوع واحد اللي هو انسدي، هناخذ الجرعه ناقص 20%. وبعدين ممكن الواحد يعمل يعدل الجرعه على حسب الاحتياج. مثلا اذا كان المريض بعد ما ادينا له الجرعه المبدئيه مثلا اللي قلنا 0.1 مثلا من الكيلوغرام بادي ويت، وكان في البادي رينج في التارجت رينج حقنا، فنخلي زي ما هو. اما اذا كان مرتفع اكثر فعلى حسب ممكن نرفع له الجرعه اكثر الى ان نوصل الى التارجت رينج. الاستراتيجيه الثانيه اللي ممكن نستخدمها اللي هي البوت بلس، مثل البوت اللي هي بيسلي سبورتد اورال ثيرابي، حنضيف اليها شورت اكتنج انسولين عاده مره، ممكن نستخدمها كذلك مرتين في اليوم على حسب الحاجه. كيف ممكن نعملها بشكل عملي؟ ايش المرضى المحتاجين مثل هذا الشيء؟ مرضى التايب 2 ديابيتس برضو الذي ما زال عندهم سكر تراكمي عندهم فوق التارجت رينج، الذي بالرغم من استخدام البوت ثيرابي معاهم ما زال عندهم مشكله بالذات مع البوستبرانديال انسولين البوستبرانديال بلد شوجر. هذا بالذات المرضى الذي لسبب او لاخر ما نريد ان احنا نستخدم معهم الاي سي تي مباشره، يعني بالذات المرضى الذي هم الجرياتريكس في الدرجه الاولى الذي هم المسنين الكبار في السن الذي عندهم صعوبه على استخدام الانسولين بشكل مكثف في اليوم بحيث ان يكون عدد الانجكشنز بتكون اقل. طيب احنا كيف نعرف انه الانسولين ديفيسيت الموجود هل هو بسبب النقص في الباسل انسولين ولا نقص في البرانديال انسولين؟ في حاجه اسمها البي اي ام اللي هو البي ام فاليو، هذا ممكن يساعدنا نعرف بالضبط فين النقص يكون. البي اي ام اللي هو عباره عن البلد شجر ديفرنس بين البيت تايم بلد شجر والفاستنج بلد شجر في الصباح، اللي هو بيت تايم بي اي للبيت تايم والاي ام للصباح ات مورنينج. فنشوف نشوف السكر في الليل قبل ما يروح الواحد ينام نقيسه، وبعدين ننقصه من السكر حق ثاني يوم الصباح الواحد صايم. واذا شفنا الفرق اكثر من 50 ملي جرام في ديسيليتر فهذا يقول لنا ان المشكله هي في البرانديال انسولين، فنضيف معه شورت اكتنج انسولين. وإذا كانت الفرق أقل من 50 ملغ في ديسيليتر هذا يعتبر إشارة أنه النقص هو في البازل إنسولين، محتاجين نعدل البازل إنسولين دوس. كيف ممكن الواحد يعمل يبدأ في الدوس هذا؟ هاتو ستارت. إذا كان المريض أوريدي بياخذ البوت ثيرابي خلي نفس الجرعة حق البازل إنسولين الموجودة، وحنبدأ نقيس له السكر بعد الأكل ساعتين بعد الأكل،
ونشوف ايش الوجبه اللي فيها اكثر ارتفاع للسكر بعد الاكل بساعتين، وهذه بتكون تعتبر بسموها البروبلم ميل، وممكن اضافه الانسولين لهذه الوجبات. فمثلا في المانيا بالدرجه الاكبر وجبه تعتبر هي وجبه الافطار، اتوقع في بلداننا مثلا يكون وجبه الغداء هي تكون اكثر تاثرا في بالنسبه لكميه الكربوهيدرات في توقعي. طيب ايش الدوس اللي ممكن ابداها بالنسبه للشورت اكتنج انسولين؟ بكل بساطه اشوف نسبه الانسولين اللي اديتها المريض اللي عباره عن الباسل انسولين، واخذ منها 20% واستخدمها كبدايه للشورت اكتنج انسولين. مثلا اذا المريض كان بياخذ 30 يونت باسل انسولين، ممكن ابدا معاه ب 6 يونت شورت اكتنج انسولين. طيب كيف ممكن اواصل؟ هنواصل اذا كان فوق التارجت رينج البوست برانديال بعد الاكل بساعتين، هنشوف اذا كان فوق التارجت رينج من 135 الى 170 تقريبا ممكن نضيف عليها يونت، اذا بدينا بستة ممكن نبدا نعمل سبعه ثاني يوم، اذا كان اكثر من كذا ممكن نعمل 2 يونتس اكسترا، واذا كان فوق ال 200 ممكن نضيف 3 يونتس، وهكذا حتى نصل الى الجرعه المناسبه. طيب إذا كان ال fasting blood sugar في الرينج بس ال السكر التراكمي ما زال مرتفع أكثر من 8.5%، في هذه الحالة ال bot plus therapy ما تكون شيء ال most effective way. صعب إن واحد ينزل السكر التراكمي أقل من 7 بهذه الاستراتيجية لوحدها، في هذه الحالة يفضل استخدام ال ICT. طيب النكست الاستراتيجي اللي هي السي تي اللي هي الكونفنشنال ثيرابي، اللي هي عباره عن استخدام ميكست انسولين. طبعا هذه تعتبر تاريخيا هي من اقدم انواع الثيرابي الموجوده، وما زالت بنشوفها بالذات في الكبار في السن، ومنتشره في بلداننا بشكل كبير. زي ما قلنا بيكون عباره عن ميكست انسولين، سواء بيكون نورمال انسولين أو short acting analog insulin إضافة NPH insulin. في هذا نستخدمها مرتين في اليوم في العادة، وفي حالات ممكن نعملها 3 مرات في اليوم. ال short acting insulin في لو شوف في الكيرف اللي موجودة تحت، في عندنا 2 peaks عادة لما واحد يستخدم ال mix insulin، فبيكون ال short acting insulin component في الصباح هي اللي بتغطي الإفطار، وفي المساء هي اللي بتغطي وجبة العشاء. وبالنسبة لللونج أكتين كومبوننت اللي هي الـ NPH إنسولين، فهذه اللي بتكفل بوجبة الغداء في العادة الجزئية هذه، وفي المساء فيما بعد. وزي ما قلنا دائما في المساء يفضل الواحد يتأكد إنه لا يحصل هبوط بعدين. إيه المرضى المحتاجين نستخدم معهم هذا العلاج؟ المرضى الذي عندهم regular daily routine، معهم نفس الروتين اليومي، نفس كمية الحركة، نفس كمية الأكل، ما فيش أي تغيير في الروتين اليومي، وهذا المرضى ممكن عندهم مشكلة مع استخدام الأورال ثيرابي، عندهم كونتر إنديكيشن مثلا، فممكن نستخدم هذا الشيء. ونقطة مهمة جدا أنه نوع الثيرابي هذه is a very rigid therapy، بمعنى أن ما فيش فيها flexibility، يعني لما يحصل تغيير في الديلي روتين، حركة زيادة أو اختلاف في كمية الأكل الذي يأخذه المريض، ففيكم فيها ريسك عالي جدا للهيبوغليسيميا. وإذا مثلا حبينا نعدل الدوس حق السي تي ثيرابي، ضروري الواحد يكون ياخذ بعين الاعتبار إنه احنا ما بنرفعش فقط الدوس للشورت أكتين كومبوننت، حنا نرفع كذلك الدوس للـ NPH إنسولين. مثلاً في بلداننا لما بيعمل كوركشن باستخدام الميكست إنسولين، فإذا كان السكر مرتفع بيرفع الدوس للميكست إنسولين، ويتوقع تحتل المشكلة الارتفاع بينزل، ولكن بعدها بساعة بكم من ساعة بسبب الـ NPH إنسولين بيحصل عندنا هبوط، وبعدين الدورة تبدأ من جديد، يحاول يأكل المريض حتى يرفعه شوية، وهكذا إلى الدورة الحلقة المفرغة مع الأسف. طيب من ناحية عملية كيف نبدأ؟ استخدام هذا مع من؟ مع الدرجة الأولى بستخدمه مع Type 2 Diabetics. Type 1 كان بتستخدم،
بس بسبب انها ما فيش فيها فلكسبيليتي كثيره، فاستخدامها محدود جدا في التايب 1. يعني غالبا بيكون المسنين الذي ما عندهمش امكانيه لاستخدام انذر استراتيجي بنستخدم معهم هذا من باب التسهيل لهم، من باب تسهيل طاقم التمريض اذا ما عندهمش خبره مع الـ مع الـ مع الانسولين ثيرابيز، ولكن هذه قليل جدا حاليا انه تستخدم معهم مع التايب 1 ديابيتس. في التايب 2 احنا قلنا ممكن نستخدمها برضو مع انتباه، لانه ممكن واحد يعمل كومبليكيشنز بسبب هبوط السكر. في المرضى الذي عندهم مشكله مع الفاستنج بلاد شوجر، مع البوست برانديال بلاد شوجر، وكذلك عندهم السكر تراكمي فوق الاندفيدجوال رينج، وهذا المرضى في عندهم صعوبه لاستخدام الاي سي تي. وزي ما قلنا مهم جدا الانتباه انه المرضى هذول لابد يكون في عندهم ريجولر ديلي روتين، بحيث انه كذلك نفس كميه الوجبات اللي بياخذها يوميا، هذه لابد الواحد ينتبه لها. طيب كيف واحد يبدا؟ في عندنا اكثر من ميكسز للانسولين، اكثر من ريشيو 50 ل 50 او 30 ل 70 او 25 الى 75. من المرضى الذي عندهم مشكله بالدرجه الاولى مع السكر في الصباح ولا في الظهر، يفضل استخدام معهم الانسولين ميكس اللي هو 50 50، اللي هو 50 شورت اكتنج و50 ان بي اتش انسولين. وبعدين يتم تقسيم الجرعه ثلثينها في الصباح وثلث في المساء. إذا كان السكر الارتفاع بيكون بالدرجة الأولى بعد الظهر ولا في المسائيات، يفضل استخدام جرعة الميكس اللي هو 30-70، وكذلك الجرعة اليومية بتقسم إلى جزئين، ثلثين في الصباح وثلث في المساء. ممكن نبدأ على ضوء باعتبار السكر التراكمي، إذا كان مثلا أقل من 7.5 ممكن، والسكر عادة الديلي بلود شوجر بروفايل بيكون أقل من 200 في العادة، ممكن نبدأ معهم ب 0.2 بودي ويت بير دي. وإذا كان عندنا مثلا السكر التراكمي فوق 7.5 ممكن نبدأ معهم ب 0.3 يونتس بير بودي ويت بير دي. وإذا كان عندنا السكر التراكمي فوق 9 وسكر البلد شكر بروفايل عادة فوق المئتين بشكل متكرر، ممكن نرفع هذا أكثر، ممكن نبدأ 0.4 كيلوغرام بير بادي ويت بير داي. وإذا طبعا كان المريض عنده بدين، بمعنى أنه ممكن عنده يكون عنده إنسولين ريزيستنس، فممكن نرفع الفاكتورز بشكل أكثر. طيب كيف نواصل لتعديل الدوس؟ على حسب السكر اللي بيكون مرتفع سواء في الصباح ولا في المساء، دائما يكون التعديل بين 10 الى 20% من الجرعه ككل. اذا كان السكر المرتفع بيكون بعد الاكل والسكر بعد المساء، عفوا في المساء افتر دينر بعد العشاء، والسكر في الصباح مرتفع، ففي هذا الجرعه المسائيه بنرفعها كذلك من 10 الى 20%. الجرعة أو الاستراتيجية التالية اللي هي الست، اللي هي supplementary insulin therapy. في هذه الحالة احنا ما بنجيبش الباسال انسولين، احنا بنجيب فقط الشورت اكتنج انسولين للوجبات. بيكون نستخدمها مع المرضى الذي معهم بالدرجة الأولى مشكلة مع السكر بعد الوجبات البوست برانديال بلاد شوجر، وما عندهم مشكلة بالدرجة الأولى مع الفاستنج بلاد شوجر. كيف ممكن الواحد يبدأ في هذه الحالة؟ تايب 2 ديابيتس دائما، اللي عندهم سكر تراكمي فوق الاندفجوال تارجت رينج، اللي عندهم زي ما قلنا مشكله مع البوست برانديال فاليوز مش مع الفاستنج بلاد شوجر، والذي عندهم فاريبل ايتنج هابتس، كميات الوجبات او كميات الكربوهيدرات في الوجبات واوقاتها مختلفه، ممكن نستخدم معهم هذه الاستراتيجيه. كيف ممكن نبدا بالنسبه للدوز؟ على حسب الفاستنج بلاد شوجر قبل الاكل بنشوفه وعلى ضوءه بناخذ بالاعتبار عين الاعتبار الفاستنج بلاد شوجر، وبناخذ كذلك عين الاعتبار اللي هو السكر التراكمي. يعني اذا كان في المجال المعقول بين 110 الى 130 والسكر التراكمي فوق السبعه، ممكن نبدا ب 0.2 بادي ويت،
وإذا كان بالأكثر من ذلك هنرفع على ضوءه، مثلا إذا كان عندنا سكر الفاستنج بلاد شوجر أكثر من 160 والسكر الرقمي فوق 8 ممكن نبدأ 0.3. وكذلك في هذه الحالة برضو ما ننساش أن نشوف هل هي فعلا المشكلة فقط مع البوستبرانديال بلاد شوجر، ولا كذلك الفاستنج بلاد شوجر بحد ذاتها هي المشكلة، بمعنى أنه في هذه الحالة لا نفضل استخدام الست ولكن نستخدم الاي سي تي إذا كان المريض عنده مشكلة مع الفاستنج بلاد شوجر ومع البوستبرانديال بلاد شوجر. طيب احنا حددنا الجراء على ضوءه، مثلا احنا قلنا أنه هنبدأ ب 0.2 بدي ويت، وزنه 70 كيلو، يعني نستخدم في اليوم يعني 14 يونت، وبعدين هنقسمها بالريشيو 2 to 1 to 1 to 1، بمعنى انه 2 يعني النسبه حقهم الصباح 2، واحد في الظهر واحد في المساء، بمعنى نقسم لو اخذنا مريض 14 يونت مثلا في اليوم شورت اكتنج انسولين، يعني هنديله في الصباح 7 يونت، وطبعا لانه صعب استخدام 3.5 يعني راوند اب الى 4، نعمل ثاني 7 4 4 وعلى ضوء كستارتنج دوز، وبعدين ممكن نعدلها من يوم الى يوم. طبعا هذا الشورت اكتنج انسولين ممكن يتعدل يوميا كذلك، وممكن تتعدل كمان على ضوء كميه الكربوهيدرات الموجوده في الاكل. النكست استراتيجي اللي ممكن نتكلم عليها اللي هي البازال سبورتد انكريتين ثيرابي، الذي هي عبارة عن استخدام اللونج أكتينج إنسولين للبازال إنسولين إضافة إلى الجي إل بي 1 أجونيست ريسبتور أجونيست. هذا هتكلم عليه إن شاء الله بسبب أكثر في محاضرة النون إنسولين أنتي ديابيتيك دراجز. وفي هذه الحالة إما إن إحنا حنضيف بازال إنسولين لمريض بيستخدم أوريدي الجي إل بي 1 ريسبتور مثل الفيكتوزا مثل الترولسيتي مثل الأوتيمبيك، أو العكس مريض عنده already عنده بوت ثيرابي وإحنا حنضيف عليه الجي إل بي 1 ريسبتور أجونيست. طبعاً الجي إل بي 1 ريسبتور أجونيست ما هوش أورال ثيرابي، ما هوش علاج أورالي يأخذه مريض، وكذلك بتكون عبارة عن إبرة سوبكوتينيس مثل الإنسولين. طيب كناحية عملية كيف ممكن نبدأ؟ عمين عمان هنستخدم هذه الاستراتيجي تايب 2 ديابيتس برضو عندهم مشكلة مع السكر التراكمي فوق التارجت رينج، وكذلك عندهم سمنة، وكذلك ما زال ما يحتاجوش سكر ما يحتاجوش إنسولين للوجبات. كيف ممكن نبدأ؟ اختيار النوع GLP-1، في عندنا من GLP-1 ريسبتور أجونست نوعين اللي هو الشورت أكتينج اللي بيستخدم ديلي دوس مرة كل يوم أو مرتين في اليوم على حسب النوع الدواء من الإبرة أو مرة في الأسبوع. الشورت أكتينج GLP-1 أجونست بيأخروا الجاستريك إمتينج، واللونج اكتنج سبستنسز بتعدل السكر بشكل عام، بتنزل السكر بشكل عام، وهتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره النون انسولين دراج ثيرابي. ومش نستخدم الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج في بالنسبه للسكر التراكمي، الافكت على السكر التراكمي النوعين معهم تقريبا نفس المفعول تقريبا، وإن كان اللونج أكتينج سبستنسز عندهم شوية أدفانتج أكثر. طيب كيف ممكن نبدأ؟ طب مريض عنده already بوت ثيرابي، عنده بازل ثيرابي، كيف ممكن نبدأ معه؟ بكل بساطة الباسل إنسولين دوس الموجودة معه نخليها مثل ما هي من غيرهاش إلا إذا في حاجة، وهنبدأ بالجلبي 1 ريسبتور أجونيست هتبدأ شوية شوية. طبعاً هذا الدواء ممكن يعمل مضاعم، يعني ممكن يعمل عنده سايد إفكتس بالدرجة الأولى، غثيان، مغص، فيفضل استخدام جرعات واطية في البداية، وبعد يكون يتم زيادتها على حسب ما مذكور في ترشيد الدواء. إذا كان المريض عنده ثيرابي أوريدي بياخذ مثلاً ترولسيتي، عايزين نبدأ معه باسل إنسولين، نفس حكاية اللي تكلمنا عليها في البوت ثيرابي، هنبدأ ناخذ مثلاً نشوف البادي ويت حقه 0.1 إلى 0.2 يونتس بير كيلوغرام بادي ويت. وكيف حنواصل التتريتينج للإنسولين مثل ما تكلمنا في البوت على ضوء الفاستينج بلود شوجر إذا احتاجنا نرفعها، وبالنسبة للجي بي ون ريسبتور أجونست على حسب ما هو ريكومندد في الستاندرد دوس، يعني مثلاً الترولسيتي مثلاً ممكن واحد يبدأ 0.75 ممكن بعدين يرفعها إلى 1.5 بعدين
ممكن شوي شوي يرفعها إلى 4.5. الآن هتكلم على الجولد ستاندرد للإنسولين ثيرابي، هي أكثر استراتيجية مستخدمة بشكل عام بالنسبة لعلاج السكر بالإنسولين، وهي عبارة عن استخدام الباسة الإنسولين الذي حيغطي معنا اللي هو السكر احتياج الإنسولين القاعدي، وكذلك البرانديال أو البولس إنسولين الذي بيستخدمها بنستخدمها لتغطية ارتفاع السكر بعد الوجبات. وعادة المريض بيحتاج 4 إلى 5 إنجكشنز في اليوم، يعني باعتبار 3 وجبات 3 إنجكشنز للشورت أكتينج إنسولين، وعلى حسب نوع الباسة الإنسولين ممكن نستخدمها مرة ولا مرتين في اليوم. متى تستخدم؟ هذا طبعا الستاندرد ثيرابي حق التايب 1 ديابيتس، دائما هذه الطريقه تستخدم معهم لانه ما في عندهم انسولين، انتاج انسولين داخلي. وكذلك ممكن نستخدمها مع التايب 2، هنرجع نتكلم ان شاء الله لما نتكلم عن الجايد لاينز للتايب 1 والتايب 2 والتايب 4، واللي هو بالنسبه للتايب 2 التدرج في العلاج هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. بالمختصر المرضى الذي استخدمنا معهم تايب 2 استخدمنا معهم العلاجات المختلفة من الحمية من الرياضة من هذا، وهذه وحدها لم تكفي، وأضفنا عليها الأورال ثيرابي مثلا كميتفورمين كبداية، وتدرجنا في العلاجات وما شفنا حل في هذه الحالة، هنحول العلاج إلى اي سي تي. أو إذا مثلا كان المريض عنده acute derailment، مريض دخل رقود في المستشفى بسبب مشاكل أخرى، بسبب التهاب مثلاً ولا بسبب عملية جراحية أو شيء، وهنوقف له الأورال ثيرابيز في هذه الحالة، ففي الحالة هذه هنستخدم معه الاي سي تي. طيب في الاي سي تي يفضل استخدام الكربوهيدرات انسولين دوسج، يعني ديبندنت اون استخدام الفاكتورز. طبعاً هذا الشيء مش متوفر في كل مكان على الأسف، يعني إذا كان في طاقم طبي ولا طاقم تمريض يعرفوا بالنسبة للتغذية ويستطيعوا يساعدوا المريض في حسابات كم بالضبط جرعة الكربوهيدرات اللي بياخذها المريض، ممكن واحد يستخدم فاكتورز لكيف يحسب الشورت أكتينج إنسولين. أو إذا كانت هذه مثل صعوبة ممكن واحد يستخدم إنسولين بلان كجدول استخدام الإنسولين. طيب احنا قلنا الشورت اكتينج انسولين حنضيفه للوجبات على حسب السكر قبل الاكل وعلى حسب كميه الكربوهيدرات اللي الواحد هياكلها في المريض في هذه الحاله. يعني اذا المريض هياكل احنا عارفين بالضبط نسبه الكربوهيدرات حق المريض كذا، مثلا هياخذ مثلا 20 جرام كربوهيدرات مثلا، والفاكتورز حقنا حسبناه كم محتاج كل 10 جرام كم يحتاج انسولين. وبعدين إذا كان السكر مرتفع أكثر ممكن نضيف فوق الحسبة كذلك correction insulin. أو إذا مريض كان بيستخدم insulin table ولا insulin plan ممكن نضيف الجراح على ضوء البلان هذا. بالنسبة للباسل insulin عادة بنحدده زي ما تكلمنا قبل في البوت ثيرابي عن طريق الفاستينج بلوت شوغر، وعادة بتكون هي جرعة ثابتة وبتتغير فقط بشكل يعني من وقت لآخر على حسب الحاجة إذا كان في systematic problem. طيب من ناحية عملية كيف ممكن نبدأ؟ احنا قلنا إيه المرضى اللي ممكن نستخدم معهم هذا الشيء؟ تايب 1 زي ما قلنا، ولا تايب 2 الذي ما زال عندهم يعني تقطعت بهم السبل، عندهم ما استطعناش أن نسيطر على السكر حقهم بالأساليب الأخرى، فهنبدأ معهم بهذه الطريقة. كيف ممكن نبدأ؟ كذلك ممكن نبدأ على ضوء السكر التراكمي الـ HbA1c. مثلا إذا كان أقل من 8 ممكن نبدأ بـ 0.3 units per body weight. وبعدين هنقسم، يعني إذا حسبنا الجرعة مثلا إذا قلنا 70 كيلو هياخذ 21 unit كإجمالي في اليوم، وبعدين هذه هنقسمها 40% بازال انسولين و60% شورت اكتنج انسولين، وبعدها هناخذ 60% من الشورت اكتنج انسولين هذه هنقسمها بعدين الريشيو 2-1-1 على حسب الوجبات. هنا مثلا ثاني اذا كان مريض وزنه 80 كيلو
هنستخدم معاه هذه اللي هي 0.3 يونت بير بودي ويت بير داي، يعني هي طبعا الاجمالي 24 يونت في اليوم، وبعدين نقسمها 40% منها تكون 10 و60% تكون 14 البولوس انسولين او الشورت اكتنج انسولين، وبعدين الشورت اكتنج انسولين هذا هنقسمه زي ما قلنا الريشيو ال 14 هذه ل 2 1 1 بمعنى 7 4 4 طبعا الحق الظهر والمساء بدل 3.5 هيكون صعب على المريض يعملها، فنعملها راوند اب عشان نسهل العلاج. طيب اذا كان مثلا عنده سكر تراكمي اكثر من 8 ممكن نستخدم فاكتور اكثر من كذا، ممكن نستخدم 4 0.4 قصدي، وعلى حسب اذا كان اكثر من 8 بكثير مثلا كان 9 او شيء ممكن نرفع الفاكتور هذا اكثر ل 0.5، ولا اذا كان المريض بدين وعنده انسولين ريزيستنس ممكن نرفع الفاكتور هذا بشكل اكثر. وبشكل عام عاده الديستريبيوشن بين البازال انسولين والشورت انسولين هي عباره 40% او 60%، وممكن في بعض الحالات نستخدمها 50 او 50 كطريقه تبسيطيه. والديستريبيوشن حق الشورت اكتنج انسولين زي ما قلنا الريشيو عاده 2:1:1 في العاده. طيب كيف ممكن الواحد يواصل، كيف ممكن الواحد يعمل؟ بحكم انه الاي سي تي هي الاكثر استراتيجي استخداما وورلد وايد، فان شاء الله هنتكلم عليها بشكل مفصل اكثر في المحاضره القادمه، وعندي امثله بشكل عملي بالذات في الحالات مثلا الذي هو تايب 2 ديابيتس الذي بسبب اكوت ديريلمنت دخل المستشفى بسبب مثلا التهاب مسالك بوليه او حال عنده اخطال عمليه جراحيه ومضطرين نوقف له الاورال ثيرابيز حقه. كيف ممكن نبدا معه بالانسولين؟ كيف بالضبط نحسب الفاكتورز هذه؟ طيب اذا في عندنا صعوبه في ان احنا نحدد الكربوهيدرات اماونت وعلى ضوء صعب عن استخدام الفاكتورز هذه في حساب الشورت اكتنج انسولين، كيف ممكن ابدا مع المريض اعمل له جدول للانسولين ثيرابي؟ هذه ان شاء الله حتكون الموضوع نتكلم عليه في المحاضره القادمه باذن الله. وكاخر استراتيجي ممكن نتكلم عليها اليوم اللي هي السي اس اي اي اللي هو انسولين لوكنتينوس سبكوتينوس انسولين انفيوجن اللي هي الانسولين بامب ثيرابي. عاده هذول بنستخدمها مع المرضى الذي عندهم تايب 1 ديابيتس بالدرجه الاولى طبعا، الذي عندهم تشتت كبير في السكر، عندهم اشكاليه في مثلا بالذات عندهم هبوط هيموجلوبين بشكل متكرر، عندهم هذا مثلا الدون فينومين الذي هو ارتفاع السكر بسبب افراز الهرمونات في الجسم في وقت الفجر، وبحيث ان احنا عندنا صعوبه في ضبط الانسولين في هذه الفتره، ولا يكون عندهم مشكله السموجي افكت الذي هو عباره عن بعد هبوط حاد في السكر بيحصل ارتفاع بسبب الريجوليشن من الكبد بيرفع السكر بشكل متابع جدا. في هذه الحاله ممكن واحد يفكر في استخدام الانسولين بامب ثيرابي. كذلك تستخدم مع في البريجننسي بلاننج للتايب 1 ديابيتس، مريضات السكر تايب 1 اللي عندهم مشكله في ضبط السكر وعندهم رغبه في الحمل، يفضل يعني بشكل متزايد انه نستخدم معهم نبدا معهم انسولين بامب ثيرابي عشان انه نضبط السكر بشكل اكثر خلال الحمل. مثل ما قلنا هذا الان مثلا جراف للسنسور بلاد جلوكوز مونيتورنج للمريض، عندي عنده تخربط كثير في السكر، ما فيش عنده وقت معين بيكون مرتفع كثير، عنده هبوط عنده ارتفاع عنده كل حاجه، ففي هذه الحاله استخدمنا معه الانسولين بامب ثيرابي. وعاده هي الذي ما قد شافوش الانسولين بامب من قبل بتكون شيء صغير كذا في حجم البيجر ولا يعني حجم صغير هكذا، ويكون يوصل على البطن في العاده، ويكون applying short acting insulin بشكل متواصل، يعني ما نستخدمش فيها long acting البازل، نستخدم short acting insulin، وعادة بيتم استخدام الانسولين analogs بالمقارنة مع الشورت acting normal insulin. وطبعا بالنسبة للبازل انسولين بيتم توزيع البازل انسولين، في عندنا مرونة أكثر في توزيع البازل انسولين. مثلا هذا مريض ضابطين له البازل انسولين حقه على بشكل فيسيولوجي بشكل احتياج الجسم
للانسولين. هذه المستر هذه المعروفه للدكتور دكتور الغنى هو الذي اول من طرح هذه التوزيع هذا. مثلا هذا المريض عنده 31.7 يونتس بير داي، وممكن نعدلها من ساعه الى ساعه. مثلا هذا ما عنده الساعة واحدة في الليل للساعة اثنتين عنده 0.7 units وهكذا، وبعدين بنرفعها على حسب الحاجة ويتم تعديلها بعدين على حسب نشوف إيش الداتا الموجودة عندنا. وبالنسبة للميلز بالنسبة للوجبات، فالمريض بيجيب لنفسه بولوس على حسب كمية الأكل اللي بيأخذها. طبعا بالضرورة لابد أن المريض يكون عنده من قبل سابق استخدم الاي سي تي، عنده خبرة مع الاي سي تي، ومحتاج لابد يكون عنده كذلك سبيشال انسولين بامب تريننج حتى يعرف يتعامل مع هذا النوع من العلاج. وغالبية المرضى هذولا بيكون مش فقط عندهم انسولين بامب، بيكون عندهم كذلك انسولين سنسور، عفوا بلد شوغر سنسور اللي هو كونتينيوس جلوكوز مونيتورينج ديفايس. وفي الموديلات الجديدة في كثير من السنسورز هذه بتعمل تتبادل معلومات مع البومب على طول، وفي إمكانية لتعديل السكر إذا كان مثلا في هبوط. ممكن واحد يعد، ممكن أوتوماتيك من الجهاز نفسه يخفض عدد البازل يونتس أو يوقفها مؤقتا عشان يتجنب الهبوط. وإذا كان في ارتفاع ممكن يعدل في الألغوريتم حق الإنسولين عشان يخفض الارتفاع شوية. والبومبة طبعا كانت من الستينات بدأوا يحاولوا يعملوها، زمان كانت حجمها كبير جدا زي ما شايفين في الصورة على الشمال. هذه كان زي الباك باك يشيلها الواحد على الظهر. هذيك الأيام كان في محاولة لاستخدام بومبة بتجيب إنسولين وبتجيب جلوكاجون في نفس الوقت على حسب الحاجة. تطورت الآن إلى في الوقت الحالي في أنواع كثيرة من البومبس الموجودة حاليا، وفيها فرايتي كثيرة في العلاج. وأشكركم كثيرا على حسن الاستماع، وإن شاء الله ممكن نبدأ الأسئلة بإذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور ضياء. إذا ممكن توقف السلايد وبعدها نسأل إن شاء الله تعالى. أبدأ أنا السؤال ما دام ما فيش أسئلة. ليش يا دكتور بنلاحظ دائما أنه لما نوزع الإنزولين السريع المفعول دائما بنعمل الصبح ضعف 2-1-1؟ نعم دائما الصباح هو أكثر شيء، ما هو السبب؟ سبب الصباح هذا بيكون الفيزيولوجيكال افراز الفيزيولوجي للهرمونات معادي او معارضه شو مفعولها لمفعول الانسولين، بالذات الكورتيزون بيكون بيتم افراغه او افرازه في الصباح. لذلك بيكون الانسولين احتياج الجسم الانسولين اكثر في هذه الفتره، لذلك نضيف عليه اكثر في هذا بالمقابل. كذلك في عندنا حاجه اسمها دسك فينومين، يعني في الصباح بيكون يحتاج الاكبر، وعادة المساء بيكون أكثر من الظهر كمان بشوية ولو كان أقل من الصباح. يعني الصباح هو أكثر شيء وبعدها الظهر وبعدين الليل؟ لا، من احتياج الجسم للإنسولين بيكون الدرجة الأولى الصباح وبعدين المساء وبعدين الظهر في الاحتياج الأكثر. لكن كبداية زي ما قلت نبدأ 2-1-1، فإذا نبدأ أول حاجة في الصباح وبعدين نشوف على حسب الحاجه. طبعا هذه بتكون مختلفه المريض لمريض انديفيدجولي، وفي حالات مثلا كثيره يعني مش بالضروره انه انا ابدا دائما فقط ب 2-1-1. اذا مثلا عندي مريض ما انش متاكد من احتياجه للسكر وخايف ان انا ادي له جرعه زياده، ممكن كذلك الواحد يبدا ب 1-1-1، ومن يعني كل ثاني يوم يبدا يعدل الجرعه، وان كان طبعا هذه حتاخذ وقت اطول في تضبيط السكر. 50% 25 25. أوكي الأستاذ جمال تفضل افتح الصوت. المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام. من غزة بنحييكم وبنشكركم على هالجهد العظيم اللي بتقوموا فيه. الله يبارك فيك. اليوم أنا مدخلتي حتكون من نوع آخر بس بالموضوع نفسه بشكل عام. احنا بنعرف انه الامراض انواع، في امراض يعني موسميه، امراض يومين ثلاثه اربعه، وفي امراض مزمنه تسمى في علم الطب. مثلا مرض السكر اللي بدخل فيه بطلعش منه، بضل يتعامل مع ادويه السكر
بشتى أنواعها إلى أن يموت. هكذا تعلمنا وهكذا فهمنا. كلمة مرض مزمن، إحنا مسلمين، إحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. رسولنا العظيم بيقول ما من داء إلا وله دواء إلا داء الموت. كيف نجمع بين المرض المزمن واستمراريته مع الإنسان طول حياته؟ وهنا بيقول إن العلم متقدم والعلم راقي جداً وفي تطور في صناعة الصحة في المرض. يعني أنا نفسي أعرف هل هناك مريض من مرضى السكر عولج بالأدوية بشتى أنواعها؟ واحد بلش ودخل مرض السكر، هل ممكن نخلص منه؟ هذه قضايا بتأرقني كثير. أنا نتبع مين؟ نسمع مين؟ نسمع الطبيب اللي بيقول مرض مزمن حتى الموت، أو نصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ما من داء إلا وله دواء إلا عفوا للمقاطعة يا أستاذ جمال، في لخبطة في عندك شوية يعني للمعارض، يعني ما أعتقد أن استخدام الحديث بهذا المجال صحيح، مع احترام يعني المجال أدوية في أشياء أخرى فسيولوجية ممكن واحد يتكلم عليها. أنا في أشياء أخرى فلسفية، يعني مع احترامي مرضى السكر تيب واحد رقم واحد ضروري علاج الإنسولين، ما تعالج بالإنسولين هيموت. إحنا والله عز وجل جاب الإنسولين كعلاج. حمود عفوا أنت تفهميش خطأ. أنا أقول إن الإنسان اللي بالتايب 1 اللي فيش عنده بنكرياس ضروري له أنسولين. أنا ما بقول لا، وهذا مرض، أنا بقول وهذا مرض مزمن، هذا مرض لا يتعارض مزمن مع الحديث، لا يتعرض مع الحديث. نعم. أنا أقر بذلك أنا مطلقا، ولكن أقول مثلا إنسان بدأ بالسكر من النوع الثاني أو النوع الثالث أو النوع الرابع، الأنواع الثلاثة الأخرى أنا بحكي عن اللي بيمثلين أكثر من 90% من مرضى السكر حمود. طيب وين يعني مساحته في مرض السكر لا تساوي 10%. أنا لا أريد فقط كثرة النقاش، ولكن أريد أخبرك أنه أيضا علاج التيب واحد مرض مزمن، ورغم ذلك لا يتعارض مع الحديث، لأنك دخلت أنه ما معنى مرض مزمن يتعارض مع الحديث، وهذا الأمر الذي حبيت أتكلم فيها. أقول مثلك 100% عند عدم وجود البنكرياس أو أنه بيستطيع يشتغل الشغل الصح، هذا يعتبر مرض مزمن لأنه فيه قطعة من الجسم خلصت. بس إنسان عنده سكر 2 وسكر 3 و4، هاي إنسان عنده بنكرياس، فهل يعتبر مرض مزمن؟ اسمح لي يا استاذ جمال، شكرا جزيلا على سؤالك. فاهم بالضبط ايش قصدك. الحمد لله انا مثل ما تكرمت ومثل ما تكرم دكتور حمود، ما في تعارض بين مشكلات المرض المزمن والحديث الشريف صدق رسول الله، ولا ننطق عن الهواء. بالنسبه للتايب 2 مثلا ولا تايب 4، يعني تايب 4 اللي هو سكر الحمل، هو بتكون حاله مؤقته في العاده، وعاده بعد الحمل الامور بتنتهي، يعني ما في مشكله. بالنسبه للتايب 2 في حالات كثيره تكلمنا عليها، الذي فعلا عن طريق الحميه عن طريق هذا استطاع المريض ان يتغلب على المرض وشوفي منه تماما، يعني يبقى يمكن من ناحيه التعريف ممكن واحد يظن انه خلاص ما دام في سكر يعني الابد سكر، ولكن من الناحيه العمليه ما يكونش في اي اثبات انه في مشكله في السكر حاليا. وهذا شفناها مع المرضى الذي استطاعوا يتغلبوا على المرض عن طريق الحميه وعن طريق الرياضه، او كذلك في المرضى الذي كان عندهم الباريتريك سيرجري الذي عمل لهم تكميم للمعده او جاستريك باي باس، شفنا هذا الموضوع معهم. بالنسبه للتايب 1 شفنا حالات مؤقتة من هذا الشيء الذي بيتم زراعة كلى وبنكرياس عندهم، برضو كذلك بيشفوا ولو بشكل مؤقت من الديابيتس. فما في تعارض في نظري بين الحديث وبين معضلة المرض المزمن. فالعلة هي مش العلة، هي من عندنا إحنا الأطباء الذي ما وجدنا الحل. ممتاز ممتاز. نعم. علي ما هو علي ما هو. نعم هذا أساس. قلت أنا يعني أنا أنت قلت في أول محاضرة إلك إنه الأصل إنه إحنا نلجأ لتنظيم الطعام أولاً قبل أن نكتب الروشتة الدوائية، يجب أن نلجأ لتنظيم طعام المريض. إذا فشلنا في تنظيم طعام المريض بنلجأ للدواء الكيماوي. ليش بتكون هذه السياسة وهذا الفهم؟ يعني هو المعمول به على مدار اللحظة عند أطباء السكر. ليش احنا من اول يوم بيجي المريض بنسلم له بهالدواء؟ ليش احنا بنحاول نرجعه 40 يوم 20 30 يوم 50 يوم؟
لنظام طعام معين نحد او نرفع مستوى كفاءه البنكرياس؟ والله شوف استاذ جمال، احنا ان شاء الله في المحاضره راح نتكلم فيها على الجايد لاينز، التوصيات بالنسبه لعلاج السكر التايب 2 بشكل واضح. يعني توصيات هنا مثلا في المانيا ولا هذلك ولا في 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 الدول المتطوره في المجال الطبي، هذا الاقتراح هذا موجود، هي من الاول اساس للعلاج السكر. نبدا معه مع البيسكس هذه، نبدا بالحميه، نبدا بالرياضه، نبدا هذا، وبعدين المريض بياتي بعدها بثلاثه الى سته اشهر، وبعدين اذا شفنا ما ضبط معاه ممكن نبدا بعلاج بعدين. اوكي، لكن انا ما نخلط، اذا جاي مريض عندي اوريدي جاي عندي بشكل طارئ للمستشفى، مثلا عنده ارتفاع شديد في السكر، عنده السكر التراكمي عنده مرتفع جدا، هذا المريض هذا عنده الان اكيوت ديرالمنت، هذا ما بقول له روح البيت وتعال بعد 3 شهور تريض وتعال، لا، هذا محتاج ان اضبط له اول حاجه السكر، عشان السكر ارتفاع السكر هذا مش مجرد رقم بنشوفه في الفحص، هذا بيكون له تاثير كبير على الجسم، تاثير كبير على الشفاء من امراض اخرى، مثلا الالتهابات، ولا مريض ياخذ عمليه جراحيه الاوتكم بعد العمليه بيكون افضل اذا كان السكر منضبط اكثر. في هذه الحاله بنضطر نعالجه مباشره طبعا بالانسولين، وبعدين ممكن نخفض بعدين ونتكلم مع المريض. فمساله الرياضه والحميه الغذائيه بالنسبه للتايب 2 ديابيتس هذه بتكون دائما موجوده كجزء لا يتجزا، سواء كبدايه للعلاج او اذا لم تنجح بشكل فردي شكل يعني بتكون يعني مصاحبه للعلاج بعدين. المشكله هي بتكون استاذ جمال، هي مش كل مريض عنده القدره انه ينفذ التوصيات، ولا عنده القدره على المثابره على الحميه ولا المثابره على العلاج، سواء من ناحيه انضباط او حتى من ناحيه عجز عضوي، عجز في البنكرياس بحد ذاته. يعني بالرغم ان المريض عمل كل الاشياء اللي ممكن يعملها فعلا منضبط فعلا مع ذلك، ولكن البنكرياس ما زال عنده صعوبة، ما زال عنده مشكلة في الإفراز الإنسولين. ففي هذه الحالة الواحد بيضطر استخدام علاج كيماوي. نقطة دكتور جمال، هل ممكن عن إذنك أن احنا نعمل هذا في محاضرة لما نتكلم عن التايب 2، لأنه الآن المفروض المحاضرة على الإنسولين فقط. طيب، بس أنا بدي أسأل سؤال أخير، فضل وأعتذر عليه، انه من مسببات السكر الطعام او زياده نسبه الكربوهيدرات فيه، هل هناك مسببات اخرى لمرض السكر غير الطعام؟ نعم، احنا تكلمنا في المحاضره الاولى انه جزء كبير من مرض هذا المرض بيكون بشكل وراثي، خلل جيني، ممكن يكون بسبب كجزء من ارتفاع في السكر، ارتفاع الضغط، ارتفاع في نسبه الكوليسترول، زياده في الوزن، ستريس زايد، هذا برضو بيأثر على ظهور السكر. وكذلك بالنسبة للتايب 1 ممكن يكون بسبب كبداية كمشكلة إيميون بروبلم، يعني بحيث أنه الجسم بيهاجم نفسه، بيشوف خلايا البنكرياس نفسها كدخيل ويهاجمها، وهذا تيبيكال للإيميونولوجيكال بروبلمز. فبحد ذاته ما هوش الأكل فقط، هذا الأكل يعني الكربوهيدرات هي المؤشر تبعنا، هي اللي بترفع السكر، عرفت كيف؟ فما هيش وحدها هي سبب في حدوث المرض هذا، الإفراط في الأكل بشكل كثير طبعا هذا ممكن يسبب المرض. بس في ناس كثير يعني ما شاء الله يعني شهيتهم مفتوحة وبيأكلوا زي المعات الديش ومع ذلك ما في عندهم سكر. فهي في أطراف كثيرة، الموضوع كومبلكس أكثر من واحد يتكلم عليه إنه واحد شيء واحد فقط هو السبب. شكرا دكتور ضياء، وشكرا دكتور حمود. شكرا استاذ ضياء. معي لك سؤال اخو ما بيسالوش ما شاء الله، الميكست انزولين. نعم، الاستخدام للميكست انزولين انا شايفينه كثير، يعني انت حتى الاطفال، ما رايك في هذا الموضوع؟ يعني خاصه يعني مش عارف كيف هالواحد يضبطها الميكست انزولين لناس. شوف بالنسبه للميكست انزولين ما ينفع. عفوا لحظه الصوت. الميكست انسولين حاليا يستخدم بالدرجه الاولى فقط مع مرضى المسنين الطاعنين في السن، الذي هم في مثلا في دار المسنين او الذي عندهم قدره على الحركه،
يعني ما يعني اكلهم هذا يكون محدد، اكلهم يعني روتينهم اليومي هذا يكون محدد، ما في تغيير في هذا هذه المجموعه المرضى ممكن نضيف لنا ان نستخدم معهم السي تي او الميكس انسولين. اما بالنسبه للمريض شباب ولا اطفال هذه في رايي تعتبر خطا طبي يعني استخدام مثل هذا العلاج معهم، انه الكومبليكيشنز حقهم تكون اكثر بكثير من النفع. يعني شفت أنا حالات كثيرة كذلك لما يسألونا من اليمن مرضى شباب يومهم ما فيه في روتين محدد، يعني بيروحوا مدارس، بيروحوا عمل، بيروحوا رياضة، بيروحوا أكلهم مختلف أكل. ففي هذه الحالة خطر أن احنا نستخدم معهم هذا النوع من الثيرابي، الكومبليكيشنز حقه بتكون أكثر. نسبة عندنا مشكلة، احنا بنحاول إذا السكر مرتفع بندي نرفع الميكس عشان نعالج مشكلة لحظية، ولكن احنا رفعنا كذلك اللونج اكتنج للان بي اتش انسولين، فهذا حيسبب بعد كم ساعة الهبوط، بعدين المريض يضطر ياخذ حاجة حتى يرفع السكر، وبعدين اذا ارتفع الان عايزين ننزله مرة ثانية، وهكذا دائرة مفرغة. طبعا الهبوط بحد ذاته ما هوش حاجة عادية، المريض ياخذ له ياكل له حاجة وانتهت المشكلة. في الهبوط السكر ممكن يعمل خربطة في نبضات القلب، ممكن يؤدي للوفاة. فموضوع الهبوط هذا شيء خطير، واحد ضروري ياخذ بعين الاعتبار. وطبعا زي ما تكلمنا على النوع الثيرابي اللي نستخدمها، هي دائما لها علاقة بالمريض، ضروري نشوف المريض، نشوف روتينه اليومي، نشوف صحته، نشوف أمراضه الأخرى، وعلى ضوءها نستخدم العلاج هذا يناسبه ولا ما يناسبه. فأنا في رأيي السي تي ما أنصح بها، يعني عندي مرضى تايب 1، فعندي مريض عمره 90 سنة تايب 1، ما شاء الله عليها ما زالت بعافيتها وصحتها، وبتعمل الاي سي تي بتضبط وعندها فليكسبيليتي في حياتها. نادرة جدا ما عندنا الميكست، ويعني أنا أتوقع أنه بالذات في أوروبا ممكن ينقرض يعني. جميل جدا، لأنك جاوبت على سؤال لي. بالنسبة لي هو كيف بعض الناس للأسف في البلاد عندنا بيعملوا إذا ارتفع السكر بينزله بالميكست إنزولين، وأنا لاحظت حالات كما ذكرت أنت يعني. نعم هذا شيء ده تفضل. هذا خطأ، أنا الناس الذي سمعت عنهم هذا نصحتهم إنه يغيروا العلاج من ميكست إلى بازس بولس الذي هو الآي سي تي. أعتقد إن شاء الله بنعمل حلقة خاصة على هذا الموضوع، لأنني أنا لما نزلت اليمن ومرة نزلت كأخصائي سكر بس للأخوة من أجل المعلومات، كان في طفل عمره 6 سنوات أو 7 سنوات بيأخذ ميكس إنزولين، وبعدها لما يرتفع السكر للأسف الشديد بيجيبوا له الميكس يرفعوا الدرجة، وبعد كذا ساعة بيحصل له هبوط وبيعالجوا الهبوط بإيش؟ بالعسل، وما يرتفعش بسرعة، ويجيبوا العسل إضافي. وإن الطفل هذاك مسكين جاء لعندي حالة تراوما من أجل هذا الضرر، رجع نتكلم إن شاء الله عن الجلوكوزا إندكس أو عن الغلطات الهوي الغلطات الكثيرة هذه، ضرر نعمل لها حلقة إن شاء الله. إن شاء الله في الكلام عن المرض السكر هنرجع نتكلم على الكومبليكيشنز، سواء طويلة المدى ولا قصيرة المدى، والكومبليكيشنز قصيرة المدى عندنا الهيبوغليسيميا هنتكلم عليها إن شاء الله. كذلك يعني زي ما انت قلت خطأ انه بيستخدموا مثلا العسل كمحاولة لرفع السكر، كثير مثلا يستخدموا شوكولاتة لرفع السكر، هذا كذلك ما يرفع السكر بشكل مباشر، لأن الشوكولاتة فيها نسبة كبيرة من الدهون، والدهون هذه بتأخر عمل الجلوكوز السكر الموجود في الشوكولاتة، فبيرتفع السكر بشكل متأخر وبعدين يرتفع زيادة، وبعدين الواحد يرجع في ملاحقة بعدين. هنرجع نتكلم إن شاء الله لما نتكلم عن الهيبوغليسيميا كيف ممكن واحد يعدلها، إيش ممكن ننصح به كعلاج سريع للهيبوغليسيميا، إن شاء الله نفرد عليها محاضرة بإذن الله إن شاء الله تعالى. أستاذ جمال تفضل يا حبيبي، المايك الميكروفون يا أستاذ. عندنا التغطية ما في الانتر. في عندي سؤال للأخ أنه الإنسان بيكون شكر 120 أنت يا أخي لغية عفوا هذا السؤال اخر الاخوه بيكون سكره قبل الطعام 120 بيروح ياكل وجبه يعني طبيعيه فيها من كل شيء، بعده بساعتين بصير 80 و70 و60
فبسألني قلت والله ما بعرف ليش. هذا إن شاء الله هنتكلم عليها نرد عليها في المحاضرة القادمة. هنتكلم فيها على استخدام الإنسولين الآي سي تي، وهنتكلم عليها بالضبط على تضبيط الجرعة. ما بيخرج دواء الراجل، ما بيخرج دواء. هذا شوف هذه كذلك كان أحد الأخوة سأل عليها في الدورات السابقة، إنه على الأغلب بيكون إما في عندنا خطأ في القياس، أو بيكون المريض عنده بريديابيتس، عنده بداية كإفراز مفرط للإنسولين من البنكرياس، ما زال البنكرياس عنده قدرة على الإفراز، فلما بيأكل ويكون في جزئية كبيرة من الأكل اللي بيأكلها فيها اللي هو السكر سريع التكسر نسبتها بتكون عالية، فزي ما بيحصل للبنكرياس شوك، يعني تيجي إشارة للبنكرياس أوه أنا عندي كمية كبيرة من الكربوهيدرات، يلا بسرعة إفرز إنسولين عشان نعدل هذا. فبيجي إفراز الإنسولين بوقت متأخر شوية ومرتفع بحيث يسبب بعدها هبوط. هذا شيء موجود كذلك، موجود يعني. نعم شكرا، الله يبارك فيك. وزي ما تتكلم أستاذ جمال، هو دائما الأكل المتوازن الأكل الصحي هو يعني ممكن يتجنب هذه المشكلة، خصوصا إذا كان بالنسبة للأكل الكربوهيدرات، إذا نأكل نتجنب مثلا الخبز الأبيض، نتجنب النشويات اللي هي سريعة التكسر، هذا ممكن يحل هذه المشكلة إن شاء الله. شكرا لك، عافية بيك. شكرا جزيلا. أسئلة أخرى. السلام عليكم شباب، تسمعوني؟ السلام عليكم. كان معي سؤال، ولو أنتم تطرقتوا له أنتم انتبهت معي كمان لقاء في مكان ثاني، كنت أسأله بالنسبة للمرضى اللي يقولوا عندهم كيف أتجوز أو يكون عندهم مرض الجلوكيمي، يخشوا على الانتنزيف وكذا، ونبدأ أو نغير لهم الأنزولين، يكون على الانتنزيف أنزولين، يعني قلت أنزولين بفوزوا، بعد ما يتعافوا يعني يتحسن حالتهم وكذا نشي نحولهم بعدها على بعضهم، يكون أغلبهم للأسف يعني مرضى صغار في السن، أو ما يكونوا متزمين بالإنزولين تغذي تبعهم، أو ما يكونش عندهم، أو ما يكونوا ما يروحوش على الديابتولوج. ففي أعتقد كل مرة قريت كذا بسمع البرش، في معادلة كيف واحد يحول يعني نشوف يعني الإنزولين في فوزوة كم أخذ 24 ساعة كم أنهيت ويحولها على فازال إنزولين. نعم هذه احسنت دكتور فارس، كلامك صحيح، وهذه كذلك ان شاء الله زي ما تقولنا هنتكلم على الاكيوت ديريلمنتس والكومبليكيشنز الديابيتس، من بينها الهيبوغليسيميا وكذلك الكيتواتيدوسا، وان شاء الله هنتكلم في محاضره خاصه بالموضوع هذا، ويعني ممكن ننقل تجربتنا هنا في مستشفى عندنا في المانيا، يعني في طبعا كناشونال في المانيا في عندهم جايد لاينز للكيتو أتسيدوسس، وإحنا عندنا يعني إنترن في الهاوس عندنا المستشفى نفسها عندنا الجايدلاينز حقنا الخاصة عن الأسوبية الخاصة بنا، ممكن كذلك ننقل تجربتنا، وفعلا في ممكن واحد يحسب بالضبط كم يحتاج المريض في هذه الفترة من الإنسولين كشكل عام، وعلى ضوء نحدد كم هأخذ بازال. بس النقطة اللي أذكرها لك الآن، يعني يبدو أنك أنت حاليا في الانتنزيف شاتسيون، يعني أنصح أنه دائما إذا حددت الجرعة على المريض جبت له البازال إنسولين، خلي البرفوزر مكانه، خليه شغال، بعدها بساعتين ثلاث ساعات وبعد ما جبت البازال إنسولين بعد كذا ممكن واحد يشيل البرفوزر ويروح على النورمال ستاسيون. الحالات اللي شفناها كثير عندنا مع الأسف كذلك، مريض بيكون شالوا منه البرفوزر وطلعوه على النورمال ستاسيون وقالوا لهم جيبوا له إنسولين هناك، وأنه حصل عنده برضو أبسولوت إنسولين ديفيشنسي، وهو انه رجع مره ثانيه في الكيتوسيدوز. فدائما يفضل بعد ما نجيب البازال انسولين في هذا المرضى هنخلي الانسولين بيرفوزر ماشي، وبعدين ان شاء الله بعدها بثلاث ساعات ممكن المريض يروح على النورمال ستاسيون. الله يخليك كوري، ان شاء الله خلاص نشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا. فيها شرح اكثر يعني كم واحد يحول من الانسولين على هاي البازال انسولين على اي نعم. إن شاء الله تعالى دكتور فارس، ولو ترجع المحاضرة هذه قد ذكرها الدكتور رجع عيدها من جديد أن كل شكل مع الاتحاد محاضرة الجالية، والله ما أدري ممكن ما على عيني وراسي دكتور فارس. أهلا وسهلا بك، ما مشكلة. الله تعالى يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. أي أسئلة أخرى؟ ماشي يا دكتور، نختم إن شاء الله يا دكتور ضياء، ما شاء الله عليك
إذا الأسبوع القادم بيكون إن شاء الله تعالى عن الانتنزيف بالعربي بال دكتور حمود تعديل مش الأسبوع القادم الذي بعده بعد أسبوعين إن شاء الله الأسبوع القادم معنا لقاء آخر نعم الأسبوع الذي بعده إن شاء الثاني إن شاء الله تعالى معنا اللقاء عن الاستراتيجية حق العلاج بالإنسولين المكثف باللغة العربية ولا نعم اللي هو يعني الوجبات وده الباصة الإنسولين القاعدي وهنتكلم فيها إن شاء الله يعني ممكن بالدرجة الأولى كيف راح تستخدم الإنسولين بلان كيف ممكن إذا موجهة بالدرجة الأولى للدكاترة الذي ما هم ديابتولوجن كيف ممكن يتعاملوا مع موضوع هذا في الأقسام عندهم إن شاء الله إن وكذلك شاء. ممكن نتطرق إلى كيف ممكن واحد يحول من استراتيجية إلى أخرى متى محتاج يضطر يغير من بوت إلى مثلاً إلى ICT ولا من CT إلى شيء آخر إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى يعني المحاضرات معك لا تمل وعاتي مطولة إن شاء الله تعالى الله يعين يلا إذن ألف ألف شكر لكم جميعاً ويوماً سعيداً وألف ألف شكر للجميع ألف شكر شكراً جزيلاً في أمان الله مع السلامة مع السلامة.